السلام عليكم، نتمنى تلقاكم هذا الفيديو كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم افضل 3 ماسكات لجميع انواع مشاكل البشره المفضله عندي. هالثلاثه الماسكات، الاول لتبييض الوجه، الثاني ديال التشبهات الكلف البقع، والثالث ديال التجاعيد. خليكم معايا، جبت لكم احسن ماسكات كاينين. اللي عندها مشكل الكلف تجرب ديال الكلف، اللي عندها مشكل ديال التجاعيد تجرب ديال التجاعيد، واللي عندها الكحوليه والبقع تجرب ديال التبييض. رائعين. ندوزو يا البنات المكونات. الماسك الاول اللي هو ديال تبييض الوجه، غنحتاجو فيها مكونات بسيطه متواجده في اي بيت. اول حاجه عندنا ملعقه نشا، عندنا ملعقه كركم البلدي، عندنا جيل صبار او جيل الويفيرا، وعندنا زيت الالويفيرا. اللي ما عندهاش زيت الالويفيرا تقدر تعوضها بزيت اللوز الحلو. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الوصفه الاولى ديال تبييض الوجه. هذا هو الشكل النهائي ديالو، هكا خصو يكون القوام ديالو. كنديرو على وجهنا لمده 20 دقيقه مرتين في الاسبوع، كيعطي واحد الطبيعه ديال البنات رائع رائع بزاف. جربوه وردوا عليا. ودابا يا البنات غادي ندوزو للوصفه الثانيه اللي هي ديال التشبهات الكلف البقع لطاش الكحوليه، اي حاجه عندكم في وجهكم وبغيتوه يتصفى. هاد الوصفة جد جد رائعة، عندنا فيها مكونات تاهية متواجدة في أي منزل: ملعقة قهوة، ملعقة عسل طبيعي، وملعقة الجيل الصبار، وعندنا الحامض أو الليمون ملعقة أو ملعقة ونصف اللي غادي نخلطو بها الماسك ديالنا. هاد الوصفة رائعة يا البنات للتبييض، غير هي وصفة مسائية كنديروها بالليل، كنخليوها في وجهنا 20 دقيقة مرتين في الأسبوع، ليل بالليل وفي الصباح كنغسلو وجهنا وصافي. ما تخافوا منها حتى حاجة، ديروها بالليل 20 دقيقة نغسلو وجهنا ونديرو كريم مرطب، وعاودوا في الصباح عاوتاني غسلو وجهكم. دوموها جوج مرات في الأسبوع، رائعة يا البنات كتحيد كاع لي طاش والبقع.
هذا هو الشكل ديالها النهائي، واحد الرائحة ما نقول لكمش، مع القهوة والحامض روعة. 20 دقيقة على وجهنا ونغسلوه مرتين في الأسبوع مساء وردوا عليا. ودابا يا البنات جبت لكم الوصفة الثالثة الرائعة للتجاعيد المبكرة، اولا كنحمي وجهنا باش ما يجيوش التجاعيد. هاد الوصفة تقدروا ديروها اب 30 عام اللي عندها تجاعيد رقيقة، خطوط حول العينين، تجاعيد حول الفم، رائعة يا البنات مرتين في الاسبوع، دوموا عليها وردوا عليا. ندوزو المكونات، هي بسيطة جدا متواجدة في اي منزل. عندنا ملعقة أرز أبيض، وعندنا ملعقة نشا، وعندنا ملعقة دقيق بودرة الكتان، وعندنا صفار بيضاء، وملعقة زيت اللوز الحلو. هكا خص يكون الشكل ديالو يا البنات، كيكون متماسك وعقد. كنديرو على وجهنا لمدة 15 دقيقة مرتين في الأسبوع، رائع يا البنات بزاف، جربوه ودوموا عليه وردوا عليا. بصحتكم.